يا حي يا قيوم يا منتقم يا جبار. الأسماء الحسنى تنشئ إنسان كل خير في جميع جوانبه. متى نصر الله؟ القرآن قال إن نصر الله قريب، وإحنا الآن بقول كده متى نصر الله، وده مقتضى اسم الصبور. ما علاقة أسماء الله الحسنى بالأزمات التي نعيشها الآن؟ انظر كيف لطف قلب العبد، لطفها حتى صارت محلاً لأشرف شيء وهو معرفة الله سبحانه وتعالى. هو عظيم بمعنى عظيم الذات، عظيم الصفات، عظيم الأفعال. فهذه الأسماء الحسنى هي النوافذ على معرفة الله سبحانه وتعالى. لولا هذه الأسماء لما استطعت أن تعرف الله. الإمام الطيب مع فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، يومياً 5:30 مساء في رمضان على قناة مصر الأولى.